صوت شعري بارز ما زال حاضرا في الذاكرة والوجدان. فتاة العرب عوشة بنت خليفة أثبتت حضورا نسائيا متميزا في مجال كان إلى حد ما حكرا على الرجل. هناك شبه اقتناع بأن المرأة لا تستطيع أن تنافس الرجل شعريا، ولكن عوشة استطاعت أن تكسر هذه القاعدة. استطاعت عوشة أن تأتي وتثبت أن المرأة تستطيع أن تقول الشعر وتنافس فيه الرجل بكل قوة. كانوا يتناقلون القصائد أحيانا، في تلقين في ناس يعدون قصائدها وهم ما يعرفون من هو صاحبها. تجربتها أثرت الثقافة الشعبية وأرخت لمرحلة ولذائقة شعرية متميزة. لا جدال في أن شعر عوشة بنت خليفة ساهم في إثراء الشعر النبطي الإماراتي والخليجي. هي كصوت نسائي تعتبر مرحلة شعرية خاصة في مسيرة الشعر النسائي. عوشة يعني بقول لك على مستوى الشعراء المحليين وغير المحليين، وهي أعلى درجة عندي أنا وعند الشعراء. عوشة بنت خليفة، بشعرك، بكلماتك، بصوتك مثلت المرأة وأثبتت حضورها كشريك حقيقي في الأدب وفي الحياة. يعني ممتازة في شعرها وفي أسلوبها وفي طريقتها، يعني للشعر عجيبة يعني. واستطاعت أن تفتح الباب أمام الشاعرة الأنثى كي تثبت حضورها دون خوف، دون حواجز. واستطاعت أيضا أن تثبت أن المرأة شريك للرجل في كل جوانب الحياة. عوشة بنت خليفة تعتبر ثروة وعلم من أعلام دولة الإمارات. حد مثل بات مسجد حلو طيف ورخ الطاف يقتل من ويتيل والنيوم كل مكرى غافي جرح في جاشي مخفنا والخوافي ضربهم خافي لمحب مني ومنه حب مثل الجوهر الصافي. الشاعرة عوشة بنت خليفة تستحقين منا كل التقدير.